نظمت وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة على مدار 3 أيام بمقر أكاديمية الشرطة. لم يقتصر دور الدولة على بناء بدائل للعشوائيات فقط، بل استهدفت معها بناء الإنسان. الاهتمام بالأطفال والنشء إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق. وتفعيلاً للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني تلك المناطق، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، أقامت الوزارة الملتقى الأول بأكاديمية الشرطة لطلائع وشباب مناطق بشاير الخير بالإسكندرية وأهالينا والأسمرات بالقاهرة على مدار 3 أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب، لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت، اجيال طالعه في مصر جديده بضحكه جميله ترق القلب. لما تشوف ابطال حالفين يحبوا يبكوا اليوم الدين، وليك يا مصر ردوا مبادرة جميلة وحلوة. نشكر السيد الرئيس السيسي، احنا فعلا بجد هنا حاسين ان احنا كلنا واحد. كان نفسي اخش كلية الشرطة اتدرب تدريب الضباط. برضو المعسكرات دي تديك امل ان انت تقدر تحقق ده، انت بتعيش زيك زي الضباط، وانت تقدر لما تكبر لو انت حلمك كده تقدر تحققه. البرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الشباب تضمن جوانب رياضية وثقافية وتوعوية وفنية، بما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار والانتماء. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفينا النصر، بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر، أجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. استفدت إن أنا أصحى في ميعاد، أنام في ميعاد، أكل في ميعاد، وبنتعلم كمان الرياضة هنا، إن أنا أصحى من النوم أعمل رياضة. ما كنتش أحلم أجي مكان زي كده، ومكان بصراحة جميل قوي هنا، ويا ريت تتكرر الزيارة دي هنا كتير. كلنا واحد خلتني ازور المكان دوت وغيرت فكرتي، انا اصلا ما كنتش متخيله ان انا ممكن اجي المكان ده. اكتشفنا حاجات كتير ما كناش نعرفها ان بلدنا حلوه. النهارده كان هو امبارح كان احلى يوم في حياتي. شكرا اللي هو يعني خلينا بيدينا جيل جديد، اللي هو بيدينا امل للحاجه اللي احنا نوصلها. الرحله كانت جميله جدا، بس وعملنا حاجات كتير فيها وانبسطنا من امبارح لحد الان، انبسطنا انبساط جميل قوي. ويا ريت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيبنا تاني واحنا معاه في اي حاجه هو ممكن يعمل. لما تشوف ابطال حالفين يحبوا يبنوا اليوم وليك يا مصر لاجل بلدنا. انا اسمع مين في الحياه؟ اي حد اسمعه، اي حد اسمعه، اي كلام اسمعه من حق اللي عايز يقوله يقوله، لكن اني اصدقه دي بتاعتي انا بقى. اسمع كلامه للاخر واعرف هو عايز ايه، وبعديها اشوف انا هعمل ايه، اذا كنت هصدقه وامشي وراه، اما مش هصدقه وانا عرفت هو كده عايز مني ايه وابعد عن الشخص ده. انا لازم احيي يوسف. تعالى يوسف، انت عندك كام سنه؟ الحياة بتفتح لك إيديها، ابتدت بفرصة إنك تتنقل من عشوائيات إلى أماكن آدمية الدولة أدركت إن ده دورها وبتوفرها لك، لتتنقل لحياتك أنت
الأطفال دول الحقيقة النهاردة بيتقال لهم جملة واحدة، أنت اللي بإيدك تبني مستقبلك، إحنا ادينا لك الفرصة، أنت هتعمل بيها إيه؟ فكرة عبقرية، فكرة رائعة، بتأكد على أهمية بناء البني آدم جنب بناء الدولة والتنمية المستدامة. نقلنا من مكان عشوائي لمكان تاني حضاري وفي علم وفي تفكير وفي كده، بس إزاي أنا من جوايا أتغير في المكان ده؟ يعني أهم حاجة تخلينا أتغير في المكان ده إن أنا أحافظ عليه، وعشان أقدر أحافظ على المكان الجميل اللي أنا كان نفسي أعيش فيه وأحس بحياة جميلة فيه، إن أنا أكون حاسس بقيمة المكان ده، وإن أنا أكون متأكد إن المكان ده كمان 10 سنين هيبقى أحسن أما أنا أكبره أكتر وأكتر. تخيل حضرتك بنتكلم مع الشباب عن الأحلام، حلمك إيه؟ إيه اللي أنت محتاجه عشان نساعدك عشان تقدر تقوم بحلمك ده؟ إيه اللي أنت نفسك تعمله في حياتك أو لأسرتك أو لبلدك؟ إحنا جايين النهاردة نعمل حالة من حالات التعايش الفكري، حالة من حالات التعايش مع أفكارهم وحياتهم وأمانيهم. هنقدر أكيد نوجههم للطريق الصحيح اللي يقدروا بيه حيوق أحلاقهم دول، ولكن لازم الأول نقبلهم ونسمعهم ونشاركهم ونبين لهم إن أهم ظهر سند ليهم هنكون إحنا عشان يقدروا يكملوا في الطرق اللي هم عايزينها دول، وهم يعني واثقين إن البلد بكل أجهزتها بتدعمهم. وفي ختام البرنامج نظمت وزارة الداخلية حفلة ترفيهية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم. لما تشوف أبطال حلفين يحبوا يبنوا اليوم الدين وليك يا مصر الدين لأجل بلدك. لما تشوف أبطال حلفين يحبوا يبنوا اليوم الدين وليك يا مصر كما تم تكريم المتميزين فنياً ورياضياً وتعليمياً من خلال احتفالية فنية كبيرة شارك فيها نخبة متميزة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والصحفيين وشهدت توزيع هدايا عليهم. أنا سيد ياسر من أسمرات. إحنا كنا عايشين في مكان ما كانش عندنا أمل ولا تفكير في بكرة، إنما النهاردة في مكاننا الجديد كان عندنا أمل وتفكير في بكرة. المكان الجديد عرفنا قد إيه البلد بتحبنا. وأنا دينا خالد ساكنة في أهالينا. إحنا بنتمنى من وزارة الداخلية تعملنا كل شهر حاجة زي كده عشان نقرب منهم أكتر ونحب بلدنا أكتر وأكتر. وأنا اسمي يوسف عبدالله، أنا جاي من حي الأسمرات. إحنا كمان خدنا هنا ندوات تعرفنا اختلاف الرأي من غير ما نتخانق، ونتقبل الرأي الصح حتى لو ما كانش ده رأينا. نحترم بعض ازاي، نبقى قدي المسؤولية عشان وطننا وأهلنا يقدر يعتمدوا علينا. بنوادكم وبنوادك يا سيادة الرئيس إننا هنبقى بجد جيل جديد، هنبقى بجد جيل جديد، هنبقى بجد جيل جديد. شمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي جنب مصر، بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر. أجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. لما تشوف أبطال حلفين شوف أبطال حلفين.
مليون.